فيه. أخبار تكون فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على كل ناس وأهل بلدنا. النهاردة ليلة الرؤية، كل سنة وحضراتكم طيبين. من بعد صلاة المغرب إن شاء الله مصر كلها هتكون بتتابع احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك. ربنا يعيده علينا وعلى حضراتكم بكل الخير، يتقبل منا جميع الصلوات والدعوات والأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وانت طيبة منك. كل سنة وانت طيب يا محمد. كل سنة وكل حضراتكم طيبين. روايح رمضان بقت في كل مكان. ربنا يبلغنا رمضان وإحنا وأهلنا وصحابنا وحبايبنا وكل الأمة يا رب، وكل الناس اللي بتشوفنا بألف خير وصحة. عايز أقول لكم كمان كل سنة وكل مسيحي مصر بخير. هم كمان هيبدأوا الصوم الكبير السنة دي مع بداية صوم شهر رمضان. كل سنة وإحنا يا رب متجمعين، ربنا يديم لمتنا كمصريين. يا رب يا منا شهر الخير والفضل والبركة، ربنا يديم على كل المصريين أيام الخير. والحقيقة إنه بركة رمضان مفيش بركة زيها، بتكون موجودة في كل البيوت المصرية، خصوصا مع لمة العيلة، سفرة الفطار اللي بنتجمع عليها وكل أفراد الأسرة بيكونوا موجودين من أول يوم في شهر رمضان. بتبقى أجواء كلها فرح وخير وبهجة. 30 يوم من الأيام العظيمة اللي بتعتبر منحة إيمانية يمكن كلنا نحاول نغتنمها، وكلنا نحاول نتقرب لربنا بالطاعات، صيام، صلاة، صدقات، قراءة قرآن، صلة أرحام، كل حاجة نقدر نحاول نعملها نحاول نعملها. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وبخير. كل سنة ربنا مبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يديم علينا نعمة لمتنا كمصريين. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. نقول لها صباح الفل عليك يا دينا، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم عليكي وعلى أسرتك الحلوة. كل سنة وانت طيب يا محمد، وصباح الخير عليكم وعلى كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا منة. صباح الخير يا دينا. كل سنة طيبين. بدأت تجهيزات رمضان؟ مش هتكلم عن المطبخ للستات، انا بتكلم عامه على زينه البيت والاجواء الرمضانيه. يعني بدانا من امبارح نشتغل كده ونظبط الحاجات. انا شفت صوره الفانوس بتاعتك حلوه جدا. وانت يا منى جهزتي؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وطبعا احلى حاجه في شوارع مصر وكمان في البيوت المصريه ان احنا بنحرص جدا على ان احنا نعمل الاجواء الرمضانيه بتاعتنا. يمكن ستات كتير دلوقتي بتبقى همها انها تعمل زينه رمضان، فانوس رمضان، مكان للصلاه كمان علشان الاولاد يتعودوا على صلاه، وصلاه التراويح كلنا بنكون جماعه فيها، حتى لو متجمعين في البيت بنصليها مع بعض جماعه اللي مش قادر ينزل للمسجد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وبسعاده، والله بعوده يا رمضان. خلوني دلوقتي أبدأ معاكم ونستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وأكيد الدنيا بتكون زحمة شوية النهاردة علشان الناس بتستعد، لو إن شاء الله بكرة هيكون بداية شهر رمضان المعظم. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا في الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، بتفضل مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور. بعد كده كثافات أمام جامعة عين شمس، ده بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. طريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي ومقطم في سيولة مرية كبيرة. في كمان سيولة المتجه إلى شارعي عباس العقاد. ظهرت سيولة مرية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة.
وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه طبعا حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات لحد منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم للجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وكمان على كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. بيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، لذلك بينصح بأن احنا نسلك محور رود الفرج. وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. في ظهر كثافات متحركة بمحور صفت اللبن المتجه ابن الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لعرابي. في محافظة الإسماعيلية هنجد أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة السيارات. الطريق على طريق الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. الطرق المتجه إلى إسماعيلية فيها سيولة مرورية، وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى الجامعة سوهاج، في كثافات مرورية أخرى غير مؤثرة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى ووجه البحري، في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في كمان فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36، وأقل درجة حرارة في مطروح 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس فعاليات الندوة التثقيفية 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وقال إن صفحات تاريخ هذا الوطن زاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام للضمير الوطني. تعالوا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد، يوم الأبطال الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة فحملوا الأمانة برأس شامخة وقابلوا ربهم بنفس راضية، وتركوا لنا مع آلام الفراق فخراً ومجداً سيظل محفوراً وخالداً في ذاكرة أمتنا. إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعر النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف. إنهم شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني، ودليلاً قاطعاً على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق، وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء ثمنا لثور مصر وأمنها.
ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها. تحية تقدير واحترام من شعب مصر العظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل الذين يحملون على عاتقهم بكل عزيمة وإصرار وشجاعة حماية مقدرات ومكتسبات الوطن جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة الأشداء المخلصين في حفظ أمن مصر والمتسلحين جميعا بالولاء لهذا الوطن العظيم. وخلال الندوة التثقيفية حكى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف من حياة الشهيد البطل عبد المنعم رياض، وقال الرئيس السيسي إن حياة الفريق عبد المنعم رياض كلها خير واستقامة وزهد في الدنيا. وأنا يمكن في حاجة لزبطنا اللي موجودة وحتى لطلبة الكليات العسكرية اللي موجودين، كان في يوميات واتعرضت مرة ما أعرفش أنتوا شفتوها ولا لأ عن حياة الشهيد عبد المنعم رياض، وهو لما يعني وكلت له المهمة فهو يعني راح مكتبه يعني فلو مجهزين مكتب كويس قوي يعني ساعتها يعني فقال لهم لا أنا عايز ترابيزة بس ويشيلوا السجادة ديت وحطوا لي يعني كده يعني حاجة بسيطة خالص. فأنا توقفت جدا قدام الإجراء ده، فأتاري إن الاستقامة ويعني الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. أنا بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لكل اللي موجودين بيسمعوني، إن هو يعني هو السوشيال في شك، بس دي كانت مقدمات في تقديري، دي كانت مقدمات إن المسار ده والطريقة دي والنفس دي أكيد هيبقى معاها خير عظيم جدا وتنتهي بأن هو يستشهد وياخد لقب شهيد. نفضل كل سنة نحتفل نتكلم عنه ونقدر جدا مساره لغاية لما استشهد وما بعد الاستشهاد. وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، سيادة الرئيس قال إن المصريين تحملوا ضغوط كتيرة في السنوات الماضية، ومصر عاشت أزمة كبيرة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والوضع في غزة، لكن الأمور بدأت تتحسن. وزي ما أنتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة، وأنا بحاول إن أنا ما أقولش كلام يعني أزعل بيه حد من أي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها آثار وليها تأثير علينا، وإحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم إن عشر سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولا بفهمنا، محدش يعني واحنا بنتكلم في النقاط ديت يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا بتكلم وبقول يعني إن الأمور ابتدت بفضل الله سبحانه وتعالى تتحسن. طب بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان أسجل موقفي أنا لكم كلكم. اسمعوا، أنا ما غامرتش بيكم
ما خدتش قرار أضيع في مصر ولا الحكومة. احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ أو تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. كمان تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عما يحدث في قطاع غزة وقال لن نتراجع عن مساعدة الفلسطينيين مهما كان الثمن ونبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم، وذلك عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لهم، ونتوجه إلى الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والصامد فوق ترابه بتحية تقدير وإجلال. بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا، نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا، ونفس الكلام في الاتجاه الثاني. وزي ما قلت قبل كده في كل المساعدات اللي اتقدمت، ما حدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في اسقاط جوي ما بتخشش ليه من المعابر. مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حريصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعه، واي فرصه لينا ان احنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا او حتى من عندنا تدخل باي حجم طالما المعابر مفتوحه. والناس كانت كلها يقول لك ايه لا ده كلام مش احنا، يعني كلام ان ده مش حقيقي، لا المعبر بتقفل. وانا قلت لكم المعبر ما بيتقفلش. طب هما بيرموا دلوقتي ليه؟ عشان الشمال مثلا بعيد شويه، ولا عشان ايضا في تحديات في دخول المساعدات من المعبر او من المعابر، بس في عندنا احنا معبر احنا مسؤولين عنه. دي نقطه. ونقطه تانية زي ما قلت لكم كده، ما تقالش مثلا ان في 10 12 مليار دولار خرجوا من مصر عشان المسؤولين في الدوله خدوهم. لا ما حصلش، ده ما حصلش وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا كل جهدنا وكل امكانياتنا كانت جوه البلد دي. مشاهدينا فقرتنا مستمره معاكم على مدار 3 ساعات، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. وأكيد يعني احنا بنحاول نطمن من حضرتك النهاردة عن حالة الطقس، وخصوصا كمان بكرة إن احتمال كبير يكون أول أيام شهر رمضان الكريم. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب، ورمضان سعيد على الجميع باذن الله. طبعا احنا متوقع اليوم يكون في استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. درجات الحراره النهارده تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، واللي متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى اليوم تكون 23 درجه مئويه، ده المعدل الطبيعي في الوقت ده من السنه.
يعني الطقس خلال فترة النهار مع وجود أشعة الشمس هنحس بأن هو الطقس الشتوي الدافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفئ على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ما بين مائل للحرارة الحارة في المناطق الجنوبية جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة. طور غياب أشعة الشمس وكنا فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده محسوس أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، فتكون الأجواء باردة في معظم المحافظات وخاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة. المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية. لازم ناخد بالنا بشكل كبير من فرق قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل. كمان اليوم متوقع أن يكون فيه نشاط للرياح، سرعاته هتتراوح ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة في مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكثر فترة المساء وساعات الليل بانخفاض قيم درجات الحرارة، هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد، في أقصى جنوب الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن باقي مناطق الجمهورية مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مثارة. وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم هي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ويمكن كمان تلاحظ في مناطق والمناطق الأخرى لا. فهول الجوية زي ما قلنا اليوم مستقرة، لكن متوقع غدا مع البداية الفلكية لشهر رمضان الكريم نبدأ تدريجي نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، يكون كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي بشكل تدريجي هنبدأ نشعر بارتفاع قيم درجات الحرارة. يعني غدا إن شاء الله متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، ذروة الارتفاعات الثلاث والأربع، لأن العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي توصل ل 28 و29 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء ما بين المائلة للحرارة الحارة فترة النهار، مائلة للبرودة فترات الليل، ويمكن الارتفاع ده في كافة محافظات الجمهورية، وأكثر المحافظات تأثرا بالارتفاع طبعا المحافظات اللي موجودة في جنوب الصعيد، وهيستمر معنا لحد نهاية الأسبوع. يعني احنا لحد نهاية الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى هتوصل 25 درجة مئوية، لأن احنا قلنا الذروة الثلاث والأربع ويرجع الخميس تاني تنخفض قيم درجات الحرارة ال 25. بس اللي يطمن في الموضوع ان الرطوبة مش عالية فمش بنحس كمان بالحر قوي. بالظبط، كتل هوائية صحراوية نسب الرطوبة فيها منخفضة بشكل كبير، فده مش هيخلينا نحس بوجود ارتفاع كبير في قيم درجات الحرارة، ودي الأجواء الربيعية المعتادة في الفترة دي من السنة، التذبذب والاختلاف الكبير في قيم درجات الحرارة. بس احنا هنأكد على كل السادة المواطنين خاصة ان احنا في شهر رمضان الناس بتحب تخرج بعد الفطار وفترات الليل وفترات السحور، الملابس الشتوية. طبعا لأن الفترة بين فترة النهار وفترة الليل درجات الحرارة مختلفة بشكل كبير، فرق كبير بين النهار والليل، لازم ناخد بالنا من الفرق ده، ومهم جدا نتجنب نزلات البرد، فما نخففش الملابس، نرتدي الملابس الشتوية خاصة فترات الليل وحتى فترات الصباح الباكر. الشبورة المائية هتكون هي الظاهرة الجوية المؤثرة معنا كمان على مدار الأيام القادمة إن شاء الله، فمهم جدا القيادة تكون بهدوء تام وبحذر شديد، وإن شاء الله هي مش هتأثر تماما على حركة المرور. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 23 الصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-14، الإسكندرية 20-12، العالمين الجديدة 19-12، مطروح 20-12، دمياط 22-13، بورسعيد 21-14، إسماعيلية 23-13، السويس 23-13، العريش 22-12، كاترين 19-4، طابة 23-14، حلايب 25-20، شلاتين 28-19، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 26-14، الفيوم 23-12، بني سويف 23-12، الوادي الجديد 27-14، أسيوط 24-9، سوهاج 27-13، قنا 28-13،
الأقصر 28/15 وأخيرا أسوان 29/16. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، لكن في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على مدار الأيام اللي جاية، يمكن الاثنين والثلاث والأربع، لكن بعد كده هتنخفض. نشرب بقى كميات وفيرة من المياه طوال اليوم، علشان لو صايمين طبعا في بداية شهر رمضان هيكون صعب علينا، لكن يعني إن شاء الله تعدي على خير. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديما. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال رمضان، وده في تمام الساعة 6:30 مساء، وهتعلن موعد أول أيام رمضان بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التلفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فيسبوك، وده في إطار احتفالية رسمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة. النهاردة هيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس اللي بيشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا بدولة الإمارات. ويعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤتمر صحفي في الساعة 2 ظهراً غداً بمقر الاتحاد المصري للعبة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر مارس. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، هيلتقي سموحة مع سيراميكا في تمام الساعة 4 عصراً، في نفس التوقيت يلتقي بيراميدز مع الداخلية. النهاردة والعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة، هيلتقي أستون فيلا مع توتنهام في تمام الساعة 3 عصراً، وفي تمام الساعة 4 هيلتقي ويست هام مع بيرنلي، وفي نفس التوقيت هيلتقي برايتون مع نوتنغهام فورست. والساعة 6:15 قمة الكرة الإنجليزية والجولة اللي هتجمع ليفربول مع مانشستر سيتي. ودلوقتي خلينا نتابع لقاء مع أسرة الشهيد رقيب هاني عبد الرحمن حسن علوان. لله الحمد، يعني أنا بحمد ربنا على اللي هو نال الشهادة، وهو كان طالبها الحمد لله. هو انصف 2017 وحج حجة كبيرة، وطلبنا منه ان احنا ننقله مرضيش، قال انا مش هنتقل من شغلي عشان انا بحب شغلي. هو كان بيحب مصر وطالب الشهادة. عند احمد وعند محمد اللي هو ورا الشهيد، واحمد الحمد لله يعني قدمت له بعدها بشهرين. يعني في ناس بيقول انت مش خايفة او زعلت على اللي راح بتقدم للتاني، فانا يعني انا يبقى على كلام ابني على مصر وبحبها وبحب الجيش، حبيت الجيش على 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 كلام الشهيد. احنا بنحب الجيش، وبتمنى ان ابني احمد يبقى زي اخوه، وبتمنى ابنه ان شاء الله باذن الله برضه يكمل الرساله اللي ابوه كان نفسه يبقى يعني يعمل لمصر احلى من كده. اخر اجازه له كان قعد شهر، فهو كان متعود يجي 15 يوم ويقعد 15 يوم هنا، فاخر اجازه له جه قعد 5 ايام. فبقول له يا هاني، قال اوعي يما تقفل التليفون، لاننا احنا في حاجات كده بتحصل عندنا، والحمد لله يعني يمكن يقطع اجازتي. قلت له ماشي. فكلمني، كنت قاعده بفطر معاه، قال يما المره دي اخر مره افطر معاك فيها. قلت له ليه؟ قال لي يما لانني رايح مش راجع. قلت له رايح مش راجع ازاي هاني؟ خلاص ما تروحش يا حبيبي، ما تروحش الشهر ده. قال لا، في اي ارض هموت يما. قلت له طب انت مطلوب لك عمليه هعملها لك، كان عنده اللوز وتعب شويه. فقلت له انا هعمل لك اللوز وما تروحش، قال ههرب من شغلي، ما ينفعش، لازم مبني اول واحد. هو كان بيحب شغله قوي. فقلت له سلمها لله. سافر الاربع، غاب، كلمني يوم السبت. هو ما فيش حد عندنا، احنا فلاحين وربنا يعلم احنا شقينا وتعبنا على ما ربناه. فبيقول لي ايه يا ماما؟ هو عمره ما قال لي يا ماما. بقول له ايه هاني؟
في حبيبي ضرب عندك ولا حاجة زي ما كنت انت بتحكي لي؟ هو كان دايما يحكي لي على كل حاجة تعباه مفرحاه، في عسكر عمل معاه اي موقف، في ضابط عمل معاه اي موقف، فبيحكي لي عشان هو كان متقرب مني جامد. فبقول له، قال لي لا ياما، انا في كمية، انا الحمد لله لسه في اسماعيليه وهروح اسافر الصبح ان شاء الله، في عربيه مصفحه هتاخدني. فقلت له يا حبيبي طب خلي بالك من نفسك يا هاني. قال لي ياما خلي بالك من ابني. أنا كان نفسي ربي. قلت له إن شاء الله هتيجي، خلي بالك أنت من نفسك بس وهتيجي والله. هو الأخ والصديق والابن وكل كل اللي نفسك فيه يعني، والرجولة والأدب والأخلاق، ما فيش بعد كده بصراحة. ده كله خسرته، ده اللي أنا خسرته فيه يعني. يعني هو يجي بيقول لي، كان في ناس زمايله مستنينه على محطة القطر، مش عارف مقدم وعقيد أو حاجة زي كده يعني. يعني هم كانوا ده عندهم، مش عايز أقول لك يعني، أحسن من عياله، من الأدب معاهم والاحترام وال. فبيقول لي يعني، بقول له يا ابني انت ماشي نفسيتك مش مظبوطه كده، ما تروحش. قال يعني ايه ما فيهاش اسمها في حاجه اسمها ما روحش ازاي يعني؟ هو انا رايح الغيط؟ انا رايح الجيش. فالمهم نزلته هناك على المحطه وسلمت على الناس زمايله وبتاع واتكلوا على الله. وجيت بقى بعد يوم ثلاث ايام ولقيت اخوه محمد بيرن عليا وانا جاي من الشغل بيقول لي ده هنا مصاب. قلت له هاني استرشد، ان الله وانا اليه راجعون. وانا سايق العربيه دي، على ما وصلت هنا بالعربيه، انا اصلا ما اعرفش العربيه يعني من عند الله كده يعني، ماشي تايه اصلا من ساعه الواد ما رن عليا. جيت هنا لقيت الدنيا بقى ايه، انت عارف بقى الارياف مقلوبه. الحمد لله. قلت له طب يا هاني انت خايفين من العمليات اللي هي؟ قال لي يا عم انت كنت ظابط في الجيش، مش هنسيب ارضنا، مستحيله، دول خونه وماجورين وجين علينا عمرنا. قلت له انت خايف؟ قال لي عمره ما خاف. انا شفته الترنج بتاعه، انا قلت والدته لابس ترنج ابيض فابيض، هو ازرق والله شفته ابيض فابيض. قال لي عم انا حاسس ان انا هروح المره دي هستشهد، بس برجائي ما تعرفش والدي ولا والدتي. يوم الاستشهاد بتاعه كنا بندفن في بلد جنبنا بعد المغرب، والله العظيم وحياة كتاب ربنا ده، لقيت واحد بيقول لي يا كابتن عادل في شهيد في القبه، شهيد في القبه. قلت له شهيد ايه؟ ما جاتش ببال هاني خالص. صليت ورحت رايح بنتي، قالت فيا بابا، قلت لها اسماء بنتي في شهيد في القبه بس قلبي بياكلني. رحت مغير الجلبيه وجاي جاري بس مش متوقع ان هاني معايا على الفيسبوك وبيتصل بيا من فوق الجبل، من فوق في عز البرد وبتاع، يعني يقول لي يا عمو، ساعات مره يقول لي يا عم وساعات مره يقول لي يا خال. يقول لي انا بص شوف ادعي لنا. قلت له، قال لي انت انا بس لو شفت واحد اكله بس. جيت هنا لقيت الدنيا ابو قاعد وبتاع هاني الله. كمان معنا لقاء مع اسره الشهيد جندي احمد محمد احمد علي. الضرب والموت والكلام ده كله، ده ضنا يا احمد، يا احمد يهديك. قال لي والله بابا انا كويس. طب يا احمد انت في مكان امان؟ قال لي والله بابا في مكان امان، وسور جوه سور وبتاع. قلت له ماشي يا احمد. يدوبك عدى يوم والتاني اللي بصيت لقيت قدام اخوه ام احمد ام جاي واقع في الارض. وانا طبعا بقول له في ايه؟ قال لي احمد استشهد.
انا عم قال احمد اشتشهد بقى اعصابي حلت خالص الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا علينا. لما عرفت ان هو بيخدم في سينا فطبعا كنت بدعي ربنا ان ربنا يحميه هو واللي زيه ويعينه على اللي هو فيه. الحمد لله الحمد لله يعني ان ربنا اختصنا بالنعمه دي. الحمد لله ان هو راح لربنا وساب لنا برده سيره كويسه ما بين الناس، ان ربنا اختصه بالشهاده الحمد لله، وكله كان معانا كويس الحمد لله وكله بيعاملنا كويس جدا. انا اخته وانا فخوره جدا اللي هو استاذ شاهين، يعني هكمل مسيرته، انا عاوز اكمل مسيرته واخد حقه. هو كان بيكلم واحد زميله بيقول له يا محمد انا حاسس ان انا مش هشوف امي تاني، حتى الشد كان منتشر جامد على الفيسبوك، وانا حاسس ان انا هستشهد، انا مش هشوف تاني، والله انا هموت. ساعتها طبعا ان انا كنت مش قادر ان انا يعني استوعب الموقف، بس بعد كده بقيت ان انا فخور جدا في اي حته اقول انا اخو الشهيد فلان فلان، في اي حته اروحها في اي مكان. حتى انا اصلا يعني انا مش مشهور زي احمد، احمد الله يرحمه كان صحابه كتير، لان هي مش بتفكرنا احنا على طول فاكرينه، هي بتفكر الناس، ودي حاجه كويسه عشان خاطر الناس تحس باللي هم مش حاسين بيه، اللي هم مش لامسينه احنا لامسينه، لكن الناس مش لامسه الموضوع ده. بصراحه هو القوات المسلحه ما سابوناش، يعني نشكرهم جدا في كل المناسبات، في اعياد، في اي مناسبات بيجوا لنا وبيزورونا، والحمد لله يعني هم ناس محترمه جدا وما سابوناش بالامانه. بنقول اللي هم عايشين معانا، هو بس الحاجه اللي بتحس فينا اول ان احنا مثلا مش شايفينهم، ما بنسمعش صوتهم، لكن هم على طول معانا. انا مصبر نفسي، انا على طول حاسس ان احمد جنبي، انا مش حاسس ان هو وسطي. نموذج من شهداء الوطن الشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية اللي استشهد في تفجير عبوة نسفة في كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء في معركة مصر ضد الإرهاب. الشهيد البطل كان في مأمورية تمشيط واكتشفوا وجود 3 عبوات نسفة. نجح الشهيد البطل أنه يفك 2 منهم، لكن الثالثة كانت الأصعب وهي اللي استشهد بسببها. دلوقتي احنا معانا على الهاتف الحاجة سميرة والدة الشهيد البطل محمد العزب معانا على الهوا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا دكتور محمد والدكتوره منى، اهلا وسهلا. صباح الفل يا امي، يا رب يكون صحتك كويسه الحمد لله. كويسه الحمد لله والله، ثم انتم بخير احنا بخير، ربنا يبارك فيك. امبارح يوم الشهيد كل المصريين كانوا بيتابعوا يعني تكريم السيد الرئيس لأسر الشهداء والقصص وقصص بطولات شهدائنا، يعني اللي احنا دايما بنفتكرها. عايزين حضرتك تكلمينا عن البطولات اللي قدمها الشهيد محمد ابن حضرتك اللي كان عمل دور بطولي جدا في كمين كرم القواديس. الشهيد محمد كان من صغره ما شاء الله متفوق يعني، وحافظ القرآن، وكان له صولات وجولات في المدارس والمعاهد وفي الكلية الحربية وفي كل حتة، له يعني بصمة يعني الحمد لله. طيب. كان كويس ومتفوق يعني. طيب قولي لنا بقى، الشهيد كان علاقته بيكم ازاي؟ بأهله، بأصحابه، بالشارع وبزمايله؟ ايوه، كان الشهيد الله يرحمه كان مصاحب الناس كلها، كل الطوائف، كل طوائف المجتمع، ما كانش عنده لا دي حلوه ولا دي وحش، كله كان بياخد من كل بستان زهره، يعني ياخد منشي مع دي ياخد الحلو منه، ودي ياخد الحلو منه، ويمشي من كل واحد مع كل واحد ياخد منه الكويس. وكان هو يعني جميل كده وذوق ومحترم. وكان عنده يعني واجب في كل حته، في كل حاجه يروح في اي حته يؤدي واجب، كان كويس وكان صاحبي يعني. ربنا يرحمه يا رب. كان صاحبي الله يرحمه ويصبر قلبك. والتعبير اللي انت قلتيه دلوقتي حاجة سميرة، كان صاحبي يعني ابنك كان. أيوة صاحبي، كان قريب منك جدا. ايوه مقرب ليا قوي. طب انا عايز اقول لك، هل كان يعني الشهيد محمد كان عنده احساس انه هيستشهد؟ هل كلمك في حاجه زي كده؟ أيوة. وهو كان بيروح مواجهات يعني في سيناء كان فيها اقتحامات خطيره ضد الارهابيين. اتفضل. كان بيكلمني بس ما بيكلمنيش على اللي بيحصل هناك، كان بيكلمني ان نفسي يا ماما ان انا عوضكم انت واخواتي وابويا واهلي وحل حواليا، نفسي عوضكم عن الحاجات اللي انتم ما شفتهاش كلها. كان نفسه بصراحه
بس هو ما كانش بيتكلم عن الاستشهاد طبعا، يعني ممكن يكون كان هو كان بيكلم ناس تانية، انما يكلمنا احنا عن الاستشهاد لا طبعا، عشان هو كان شايفني تعبانه وخايفه يعني. ايوه طبعا كان بيطمن قلبك، وده من بر بيكي طبعا زي ما بتقولي يا ام سميره. ايوه طيب. هو كان يبص في وشي كده يعرف انا عايزه ايه، وكان بيفهمك وبيتواصل معاكي. ايوه يفهمني وهو فاهمني، هو كان فاهمنا الله يرحمه قوي قوي يعني، الله يرحمه رحمه واسعه. طيب كان يقول لي انت جدعه يعني وشداده، ده انت جدعه الجدعان، هو انت في جدعانتك كويسه كده يعني. ربنا يبارك في صحتك يا رب، ربنا يديك الصحة. اتكرمت وتكريم، اتفضلي يا امي اتفضلي. وانا سعيدة ان انا حتى كمان يعني الاستشهاد ده حاجة جميلة جدا يعني، وبعدين احنا برضو فخورين بالجندي الذهبي تبع الغربية الشهيد عبد المنعم رياض برضو طبعا. واحنا نفتخر ان هو من محافظتنا يعني الحمد طبعا. لله الحمد لله. تكريم كبير يا امي اتكرمت. ايوه والله ده تاج كبير على راسي والله يا حبيبتي. ربنا يبارك في صحتك، وربنا يبارك في عمرك، وربنا دايما يصبر قلبك ويربط على قلبك. يا رب هو له بنت جميله يعني، ربنا يبارك فيها يا رب. اسمها ايه وعمرها قد ايه؟ حره بامر الله حره. ما شاء الله جميل. ايه الاسامي الحلوه دي؟ ربنا يبارك ما شاء الله، ربنا يبارك ما شاء ربنا الله، ربنا يخليها له يا رب، يخليها يا رب عوضا عنه يا حبيبتي، خليها لامها يا رب. ربنا يبارك في صحتك يا امي الحاجه سميره والده الشهيد البطل محمد علي العزب، ربنا يصبر قلبك. شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز 8 صباحا بتوقيت القاهره مع دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف، وأضاف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة، وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته ويجب أن يتحمل تبعاتها الجميع. وأكد الرئيس السيسي أن الظروف التي تحملها المصريون تزداد نتيجة الصراعات المتتالية والظروف المتعاقبة في العالم، مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة، مشيرا إلى أن التحديات والأوضاع في المنطقة لها تأثير على مصر. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف، موضحا أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة. قتل 5 أشخاص على الأقل بينهم 4 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن الغارة على المنزل في حي العين، راح ضحيتها عائلة من 4 أشخاص نازحة من بلدة بليدة، وأصيب أكثر من 9 آخرين، ودمرت الغارة المنزل بكامله وسببت أضرارا في البيوت المجاورة له. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة، وأكد بايدن على أن نتنياهو الحذر بشأن الأرواح البريئة التي تفقد بسبب الإجراءات المتخذة في الحرب، مشددا على أن ذلك يضر بإسرائيل. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشارك الآلاف في تظاهرات بعدد من المدن والعواصم مثل تونس والعاصمة الألمانية برلين والفرنسية باريس، وكذلك في لندن ومانشستر في إيطاليا، دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. رحبت قوات الدعم السريع بالدعوة التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان. وعبرت قوات الدعم السريع في بيان لها عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن إلى تخفيف معاناة السودانيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين،
فضلا عن استغلالها في بدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. حصل الرئيس الرواندي بول كاجامي على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو. وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيغالي، حصل كاجامي على تأييد 99.1% من الأصوات. وقال كاجامي بعد أن حصل عن تأييد الحزب إنه يوافق على تحمل العبء الذي عاهدوا به إليه. وهذا ومن المقرر أن يختار الناخبون رئيسهم المقبل في 15 يوليو المقبل لفترة تستمر 5 سنوات. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. ساعات ويبدأ السباق الدرامي لمسلسلات رمضان، والسنة دي بنشوف وجبة درامية متميزة بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024. تجمع بقى فيها بين الكوميدي والتاريخي والتشويق والدراما، وطبعا بجانب الأعمال المميزة اللي هتتقدم للأطفال السنة دي. وجبة فيها كل ألوان الدراما وبترضي كل أذواق الناس اللي بيتابعوا الدراما الرمضانية كل سنة. ضخامة في الإنتاج، تنوع في الورق، وأيضا في الصورة اللي هتقدم السنة دي على شاشات المتحدة. معانا الكاتبة الصحفية بجريدة الوطن أستاذة ضحى محمد، تكلمنا عن سباق رمضان الدرامي وأبرز ملامح رمضان السنة دي 2024. بنقول لها صباح الخير وكل سنة طيبة. صباح الخير عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وكل مشاهدين بخير. دراما فيها تاريخي وفيها اجتماعي وتشويق وكوميدي، وكمان في نصيب للأطفال. أهم ملامح الوجبة الدرامية لـ 2024. في الحقيقة السنة دي احنا بنشهد موسم قوي وثري جدا بالمسلسلات والأعمال المتنوعة ما بين الاجتماعية والتشويقية والكوميدي، وفي تاريخية وكمان أطفال. المتحدة السنة دي بتنتج مع شركات إنتاج مختلفة 20 مسلسل مختلف. طبعا في أكتر من عمل مهم، بس خلينا طبعا نبدأ بمسلسل الحشاشين. طبعا مسلسل من أقوى وأضخم الإنتاجات في الدراما المصرية عامة، بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، طبعا بيتعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. السنة دي خلاص يعني ساعات قصيرة جدا وتفصلنا عن إن احنا نشوف أول الحلقات. المسلسل ده يعتبر من أضخم الإنتاجات لأنه بيقدم شخصية حسن الصباح، طبعا دي أخطر جماعة إرهابية موجودة في التاريخ. هتبدأ إن هي تعرض الأحداث بشكل تاريخي مبسط، لأن زي ما كلنا عارفين إن الدراما مهمة جدا إن هي تكون تشويق وتسلية، بس برضو في جزء مهم قوي إن احنا نعرف التاريخ بشكل مبسط وسلس للجمهور. طبعا ده بالنسبة لمسلسل الحشاشين. في كمان عندنا مسلسل السنة دي مهم جدا، مسلسل مليحة، وده يعتبر من المسلسلات الفلسطينية، أول إنتاج للمتحدة بتعاون مع شركات أخرى، بيتكلم عن فلسطين. طبعا بعد الأحداث الأخيرة قررت إن هي تدعم الفلسطين بجزء ولو حتى بعمل، مسلسل من 15 حلقة من بطولة دياب والفنانة ميرفت أمين، وكمان في ممثلين فلسطينيين فعلا. المسلسل هيتعرض في النص الثاني من رمضان وشغالين تصوير عليه حاليا. طبعا في حاجات كتير مهمة عندنا كمان السنة دي. نيلي كريم، يعني جمهور نيلي كريم يعني رجع السنة دي بكوميديا حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت، كانت عاملة مسلسل عملة نادرة. السنة دي بقى رجع بالكوميديا والحس الكوميدي بتاعها من جديد تاني بعد بميت وش لو نفتكر مع كاملة أبو ذكري. هي عرفت تطلع منها الجزء الكوميدي الجميل اللي هو بيحسسنا ان نيلي عندها جزء شويه نكد وشويه دعابه وفكاهه. طب تعالي نقسم كده البرامج والمسلسلات لفئات كده. خلينا نبتدي بالاطفال، اللي دايما بنقول ان احنا مش بنلاقي انتاج مصري ومش بنلاقي حاجه تبقى شبهنا. حتى الولاد لما بيتفرجوا على كرتون مدبلج بيبقى مش باللغه العاميه المصريه. السنه دي بقى يحيى الفخراني، طبعا دكتور يحيى الفخراني رجع ومعاه كمان كنوز.
طبعا احنا عندنا السنه دي مسلسلات الاطفال مهمه. كل سنه بنقعد نقول احنا عايزين حاجات اطفال. أيوة. السنه دي عندنا اربع مسلسلات اطفال، في يحيى وكنوز الجزء الثالث بعد ما نجح جزئين اللي فاتوا. طبعا ده يعني من اهم المسلسلات الاطفال الموجوده. عندنا كمان حاجه اسمها سر المسجد عشان نعلم الاطفال التعليم، الدين والصلاه والحاجات المبدئيه بس بشكل مبسط، بشكل كرتون لذيذ كده عشان الامهات تقدر ان هي تفرج الاطفال عليهم. عندنا كمان مسلسل اسمه نورا، ده مسلسل برضو ده مش كرتون بقى، ده انمي انيميشن. هو مسلسل برضو بسيط للاطفال، بيتعلم برضو القيم والمبادئ والاخلاق، يعني حاجات برضو بسيطه جدا. عندنا كمان مسلسل اللي هو زي ما قلت نورا، وفي نورا وسر المسجد زي ما قلت. بس فهي دي مسلسلات الاطفال السنه دي، دي من الحاجات المهمه قوي ان احنا نشوفها ونتابعها خاصه للاطفال. الملك يحيى الفخراني، يحيى وكنوز طبعا للاطفال، راجع السنه دي بعد غياب سنتين على الشاشه، راجع بمسلسل عتبات البهجه عن نص مهم جدا للروائي ابراهيم عبد المجيد بشكل جديد ومختلف. شايفه عوده يحيى الفخراني ازاي؟ كمان هو بيتعاون مع مجدي ابو عميره لاول مره بعد النجاح الكبير اللي حققه من 12 سنه في مسلسل يتربى في عزه، اللي هو كل المصريين فاكرينه او شخصيه حماده لغايه دلوقتي. صحيح، يحيى الفخراني بيعود السنه دي بعتبات البهجه مع المخرج الكبير مجدي ابو عميره. مجدي ابو عميره يعتبر عمود من اعمده الدراما المصريه، يعني مجرد بس اسمه على التتر او موجود في عمل ده كفيل ان هو يكون ناجح 100%، واحنا مستنيينه بحفاوه شديده، خاصه ان يحيى الفخراني عامل شخصيه جديده، عامل يوتيوبر. فيعني يحيى الفخراني بقى هيقدم اليوتيوبر بلذاذه بطريقته هو المختلفه، فده كمان شيء جديد واحنا مستنيينه السنه دي. كمان مش عايزين ننسى امبراطوريه ميم، مسلسل امبراطوريه خالد ميم خالد النبوي، ده يعني مسلسل في غايه الاهميه، ان هو بنعيد تقديم روايه احسان عبد القدوس من جديد بعد كام سنه لما قدمتها فاتن حمامه من خلال فيلم سنه 1972. السنه دي بيقدمها خالد النبوي، بس لان الروايه الاصليه اصلها رجل مش مراه. هي دي بقى الحاجه اللي اثارت الجدل، اللي ما كانش قرا الروايه كان متخيل في ذهنه ان ازاي طيب خالد النبوي هيعيدها. لما الموضوع ابتدى يطرح والناس اللي ما كانتش قرات الروايه ابتدت تبص عليها وتفهم وتعرف، اتعرفت ان هي اصلا اساسا معموله لرجل، وتم بقى تظبيطها للسيده فاتن حمامه. صحيح، والسنه دي خالد النبوي هو بيقدمها. كمان في عوده لحاله شيحه للدراما من جديد، وعندنا ست اطفال بقى اشقياء بمختلف المراحل العمريه، في نور خالد النبوي معاهم. هيقدموا في معالجه مناسبه ل 2024 بمشكلات 2024 بالظبط، يعني هم حاولوا ان هم يضيفوا على السيناريو بشكل معاصر ان احنا نقدم من جديد المسلسل، بس بالروح بتاعت دلوقتي بمختلف الشباب واختلاف الاجيال والاطفال وتفكيرهم ودخول التكنولوجيا والسوشيال ميديا، والاب اللي بيبدا يحس ان في ذوق يعني حد حب في حياته وبيبدا يختار. ان شاء الله نروح لياسر جلال، وياسر جلال السنه دي بيقدم دور مختلف. بيتكلم هنا، احنا بنتكلم على جودر الصياد، روايه او مسلسل في استلهام كده لالف ليله وليله، فانتازيا تاريخيه شويه، التاريخ بشكل مختلف وفي خيال. شايفه تجربه ياسر جلال السنه دي ازاي؟ تجربة مميزة جدا ونتوقع لها النجاح، لأن ياسر جلال عامل مجهود بصراحة يعني فوق الوصف. بيقدم السنة دي مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة، طبعا يعني اتربينا عليها وعارفينها، حكايات شهرزاد وشهريار. السنة دي بقى هتتقدم بطريقة مختلفة. ياسر جلال بصراحة باذل مجهود كبير جدا، مخصصين شركات الإنتاج حوالي 200 فرد عشان بس تظبيط عناصر الجرافيك الخاصة بالمسلسل، لأن طبعا مسلسل تاريخي بيحتاج شوية مؤثرات صوتية وجرافيك خاص من نوعه، فهم يعني باذلين يعني أقصى مجهود عشان المسلسل يطلع بهذا الشكل. طيب البطولات النسائية لينا نصيب فيها، اتكلمتي عن نيلي كليم وفراولة، مين معانا تاني؟
عندنا طبعا غادة عبد الرازق السنه دي بتنافس بصيد العقارب، وطبعا ده مسلسل مهم، وغادة ليها جمهور كبير، في يعني اسم غادة عبد الرازق بس ده لا هو قال انا عايزه اتابع المسلسل، عايزه اشوفه، وبتعمل كمان تجربه مختلفه اللي هي صيد العقارب، بتصور مع عقارب حقيقي وبتتعرض لحاجات. يعني المسلسل فعلا خطير وهيبقى مختلف جدا السنه دي صيد العقارب. عندنا زي ما اتكلمنا عن نيلي كريم السنة دي، في أكتر برضو من ريهام حجاج عاملة مسلسل صدفة، برضو طلع بدور تخلت عن البنوتة الشيك اللي بتلبس حلو بقى للإطار الشعبي الجميل، اللي برضو هنشوفها بدور مختلف السنة دي. الحارة المصرية ليها نصيب وليها حضور في دراما 2024، بنتكلم على حق عرب وأول بطولة لأحمد العوضي، كمان مسلسل مهم تاني هو مسلسل معلم لمصطفى شعبان، أجواء الدراما بتدور داخل الحارة المصرية. صحيح، الحارة المصرية مهمة برضو لأن في جمهور ليها كبير، قطاع كبير، عندنا حق عرب والمعلم وكمان محارب لحسن الرداد. طبعا حسن رداد السنه دي بينافس برضو بمسلسل محارب بطولته هو واحمد زاهر، ده انتاج احمد السبكي. السنه دي هنشوف احمد زاهر وحسن رداد في صراع ما بين الخير والشر داخل الحاره الشعبيه ما بين الطبقات، وطبعا دي حاجه مختلفه وجديده علينا هنشوفها السنه دي. كمان زي ما حضرتك ذكرت المعلم مصطفى شعبان بيصور في ضوء يعني في شادر من شادر السمك، بيصوروا بقى بالتفاصيل بتاعه الصياد وبيحصل ايه والمشاكل اللي بيقابلها في المجتمع معاه. عندنا كمان حق عرب راجع السنه دي احمد العوضي، بطوله مطلقه ليه، ودي تعتبر اول مره انفصل عن ياسمين عبد العزيز، وهنشوفه بشكل مختلف وعامل تجهيزات خطيره صراحه، وان شاء الله يعني يكون ليه نصيب برده السنه دي. هنستنى نشوف امير كراره كمان السنه دي. طبعا بيت الرفاعي هيبقى من المسلسلات المهمه اللي الناس مستنياها، حتى برضو ظاهر في البرومو والبوسترز بشكل لوك مختلف. كمان مش عايزين ننسى البطوله الشبابيه، يعني المتحده السنه دي بتدعم الشباب بطريقه يعني كبيره جدا، سواء في تصدر البطوله وسواء في ظهور وجوه الشابه في المسلسلات. عندنا السنه دي مسار اجباري بطوله عصام عمر واحمد داش، لاول مره هما الاثنين بطوله يعني في دراما رمضان مع بعض، بيقدموا برضو مسلسل اجتماعي لطيف قوي مع صابرين وبسمه، لما الاب بيتوفى وبتكتشف الزوجه ان في زوجه تانية، فبيبداوا يدخلوا في صراعات، واخ يعني ما كانش عارف ان عنده ميراث، يعني برده قصه تشويقيه جميله جدا هتتقدم السنه دي في دراما رمضان. نروح للكوميديا، الكوميديا كمان مهمه جدا وكلنا بنستناها، الكبير قوي راجع بجزءه الثامن، بابا جه اكرم حسني، فراوله كمان زي ما قلت في البدايه، نيلي كريم بتقدم كاننا كده بنفتكر 100 وش قبل كده، بترجع مره ثانيه تقدم لون كوميدي، شايفه نصيب الكوميديا ازاي في دراما رمضان السنه دي؟ الكوميديا وجبه اساسيه يعني على مائده الفطار في رمضان، مفيش حد فينا ما بيستناش المسلسل الكبير قوي في رمضان، واحمد مكي بالجزء الجديد اللي بيقدمه السنه دي، كمان مكي عامل توليفه كوميديه جديده مربوحه، وكل الافيهات اللي حصلت السنه دي في احسن واجدد، اعتمد كمان السنه دي على استضافه ضيوف شرف، يعني في اكتر من ضيف شرف طالع في المسلسل، منهم امينه خليل ومحمد ثروت وغيرهم من النجوم والفنانين. طبعا ده هيدي ثقل للمسلسل وهيدي له يعني اهميه اكبر. طبعا زي ما حضرتك ذكرت برضو بابا جه من المسلسلات المهمه قوي، اكرم حسني ليه جمهور كبير وبدا ان هو يعمل دعايه بينزل الاغنيه بتاعه المسلسل بتاعه، وعامل برضو في اطفال في المسلسل، ووجبه دراميه لذيذه جدا 15 حلقه ان شاء الله مستنيينها. وفراوله طبعا فيها كوميديا وتشويق، يعني مزيج من الكوميديا والتشويق. في السنه دي مسلسلات كتير 15 حلقه، وفي طبعا المسلسلات اللي هتبقى موجوده 30، قسم لنا كده المسلسلات ما بين ال 30 وبين ال 15 لو ذهنك حاضر في الاعداد، وفكره اصلا انتاج 15 حلقه بيعمل زخم اكتر، بيقدم وجوه اكتر سواء شابه او مكان للابطال. صحيح، هي السنه دي برضو من الظواهر الملفته ان في
20 مسلسل في اكتر من نصهم 15 حلقه، ودي حاجه كانت مهمه قوي مقسومه على النص الاولاني والثاني عشان منعا لتكرار الاحداث او حدوث نوع من الملل. فطبعا ده كان مهم قوي ان احنا نقدم مسلسل 30 حلقه لان احداثه تحتمل ذلك، وفي احداث ثانيه ل 15 حلقه لان مفيش داعي بقى للمط والتطويل علشان بس نقفل العدد الايام في الشهر. بالظبط. لكن طبعا في مسلسلات تستدعي 30 حلقه ان هي هتكمل معانا، في يعني عندنا كمان السنه دي كامل العدد ده 30 حلقه بتاع دينا الشربيني، مهم قوي ان احنا نتكلم عنه لان كمان المتحده السنه دي حرصت على ان النجوم اللي توفوا هيظهروا في المسلسلات، يعني ما اخفوش ادوارهم يعني لا بالعكس هم موجودين. يعني زي عندنا مثلا مثال على ذلك الفنان مصطفى درويش، طبعا يعني ربنا يعني يرحمه، الى انه هيكون موجود في الجزء الجديد عاملينها بصوره مختلفه. المؤلفه قررت ان هي زوجته في المسلسل تخلف ويبداوا يحطوا صوره في المسلسل في الاوض، فنبدا نشوف تاني مصطفى درويش من جديد، ودي بصراحه يعني لفته جميله جدا من المتحده، فان احنا نشوف حد بعد ما توفى حتى يعني ندعي له. بعين الناقده الفنيه كده والكاتبه الصحفيه، شايفه بترهني على اي مسلسل اكتر مسلسل بترهني عليه كان هو الحصان الرابح في رمضان، واكتر وجه جديد ممكن يقدم نفسه بشكل مختلف السنه دي؟ بصراحة أنا طماعة شوية وهشوف كل المسلسلات، يعني حابة ده جدا إن أنا أتفرج وأشوف وأخد التجربة كاملة، لأن المسلسلات فعلا غنية بالعناصر المفيدة، بس ممكن يعني نميل شوية أكتر للحشاشين لأنه هيكون مسلسل ضخم وقوي جدا، وطبعا عتبات البهجة للدكتور يحيى الفخراني. كمان عندنا المسلسلات ال 15 حلقة مهمة جدا إن احنا نتابعها السنة دي، وممكن يكون الرهان على عصام عمر في مسار إجباري بإذن الله. شكرك، شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية ضحى محمد الصحفية بجريدة الوطن، نورتينا وشرفتينا. شكرا. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين بخير وطيبين. شكرا لوجودك معنا يا ضحى. شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي دينا شرف مجهزة لنا وجبة كده عن الرياضة، وجبة رياضية محلية وعالمية، اتفضلي يا دينا. شكرا لك منا، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الإسماعيلي يتعادل مع فريق المقاولون العرب بالجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري نايل، ودوري نايل طبعا اللي هو الممتاز، واللي أقيمت باستاد الجبل الأخضر. وبيحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري ممتاز برصيد 14 نقطة، بينما فريق المقاولون العرب يحتل المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط. لجنة الحكام أعلنت تعيين هشام القاضي حكما لمباراة بيراميدز والداخلية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري ممتاز. كمان أعلنت لجنة الحكام تعيين نادر قمر الدولة حكما لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، وهتقام مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 4 العصر على ملعب الإسكندرية. فريق رجال كرة الماء بالنادي الأهلي توج ببطولة الدوري العام لموسم 2023-2024 ده بعد الفوز على نادي سبورتنج بنتيجة 14-10 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في النادي الأهلي. البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادي دجلة تأهلت للدور النهائي ببطولة كليفلاند للإسكواش، واللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للسيدات و 51 ألف دولار للرجال. منتخب الشطرنج المصري حقق أولى ميدالياته في منافسات دورة الألعاب الإفريقية اللي بتقام في غانا في الفترة من 8 وحتى 24 مارس الجاري. نادي جيرونا فاز على نادي أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني. ارتقى نادي جيرونا إلى المركز الثاني وصافت جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بينما تواجد أوساسونا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة. فريق قادش فاز على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي أقيم ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني،
ورفع قدش رصيده إلى 22 نقطة في المركز ال 18، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الرابع. فريق أرسنال حقق الفوز على فريق برينتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين باستاد الإمارات معقل الجانرز، وده ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي قفز نادي أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما جاء برينتفورد في المركز ال 15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة. فريق مانشستر يونايتد حقق الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر. فريق إنتر ميلان فاز على بولونيا في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي، وبيتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي المباراة برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة. فريق بروسيا دورتموند هزم فريق فيردر بريمن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الألماني، وجاء فريق بروسيا دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بينما تواجد بريمن في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل سريع ومراجعين معكم نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. رمضان هو شهر الخير، مفيش جمال زي جمال الخير ان احنا نساعد المحتاجين والفقراء في هذا الشهر الفضيل. دور كبير جدا بتقوم به التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في كل محافظات الجمهوريه. شفنا كتير من المبادرات اللي قام بيها التحالف لتوزيع المساعدات والمواد الغذائيه على الاسر الاولى بالرعايه. في رمضان السنه دي التحالف اطلق مبادره اسمها مليون وجبه مطهيه للاسر الاكثر احتياجا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا الاستاذه عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. صباح الخير على حضرتك وكل سنه وانتم بالف صحه وخير يا رب. صباح النور على حضراتكم، صباح النور على كل الساده المشاهدين، صباح الخير يعني. الخير الكبير اللي بعم مصر كلها، رمضان كريم. والحقيقه احنا بالنسبه لنا رمضان طبعا السنه كلها يعني شغل وعطاء، لانه حق اهالينا علينا ان احنا نقف معاهم على مدار اليوم على مدار الساعه، لكن في رمضان له خصوصيه. فاحنا السنه دي مستعدين كتحالف من خلال كل مؤسساته بشكل مختلف شويه. يلا نبتدي كلام على طول عن الاسر الاولى بالرعايه، وهم الاولى بالرعايه في رمضان، مجهزين لهم ايه وايه اللي تم تقديمه في الفتره اللي فاتت كمان؟ طيب احنا شايفين على المستوى الواقعي انه ما زلنا يعني مصر كدوله من بين معظم دول العالم اللي في اثار اقتصاديه لازمات عالميه متاثرين بيها، وما زلنا الشرائح الاولى بالرعايه متاثره يعني بشكل او باخر ب يعني احداث لا نقطة لنا فيها ولا جمل. لكن الحقيقه واجبنا كتحالف زي ما بدانا انه وحق الاسر علينا ان احنا نقف معاهم عشان ندعمهم في مواجهه كل الازمات دي. الدوله بتقوم بدورها، واحنا كتحالف وكمجتمع مدني بنسعى ان احنا نقوم بدورنا على اكمل وجه. شهر رمضان المبارك دايما بيجي وبيجي الخير معاه، فاحنا بنشتغل على صعيدين بشكل اساسي. الصعيد الاول توزيع الوجبات الجافه من خلال كراتين رمضان، والصعيد الثاني توزيع الوجبات المطهيه، وده الجديد ان احنا بنتوسع فيها عشان نوصل لمليون اسره على مستوى الجمهوريه. الحقيقه احنا يعني تركيزنا في البدايه على كرتونه رمضان. كرتونة رمضان المفترض انها بتحوي المواد الغذائية الضرورية اللي بتكفي أسرة مكونة من 5 أفراد على الأقل 10 أيام في شهر رمضان، بحيث انه يدخل الشهر الكريم على كل أسرة غير قادرة
وهي مش حاملة هم يعني توفير احتياجاتها وتوفير احتياجات أولادها وأفرادها من المواد الغذائية. فريق عمل كبير بيشتغل على التحضير وعلى التجهيز وعلى التعبئة وعلى النقل في المحافظات، شراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية، متطوعين منتشرين على مستوى الجمهورية. الحقيقة ده كله يعني الفريق ده كله بضخامته، بالجهد الكبير اللي بيبذل، بالجهد المتواصل اللي بنستمر فيه يعني استعدادا للشهر وخلال الشهر، عشان يعني ننال يعني جايزة ابتسامة من أسرة بيلاقي عائلها احتياجاته واحتياجات أسرته من المواد الغذائية في شهر رمضان الكريم. طب هنتكلم طبعا عن فريق العمل الجبار والضخم جدا على امتداد الجمهورية كلها وكل المحافظات، لكن اسمح لي يا فندم بس أسأل حضرتك، إزاي بيتم تحديد الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجا على امتداد المحافظات كلها؟ طيب معايير مهمة التحالف ومن خلال كل مؤسساته، بالنسبة لي أنا شخصيا كوني بشرف أني مدير المركز الإعلامي لمؤسسات صناع الخير عضو التحالف، بنشتغل على معايير أساسية للوصول للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، التمييز ما بينها والقدرة للوصول ليها. أولا عدد أفراد الأسرة وكم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعائل إذا وجد، وإمكانية وجود أحد أفراد الأسرة يستنزف موارد الأسرة سواء بإصابة بمرض أو خلافه، ومن هنا بنبدأ التقييم. الحقيقة التحالف أخذ خطوة مهمة جدا، وأعتقد أنه دي من أساسيات إنشاء، وهي توحيد قاعدة البيانات ما بين كل مؤسساته والانطلاق بقاعدة بيانات قوية ومرنة للتمييز والوصول للأسر الأولى بالرعاية. يعني احنا بنتكلم النهاردة على يعني قرابة حوالي أكتر من 20 مليون مصري مستفيد وما يزيد مستفيد من خدمات التحالف خلال شهر رمضان. كان لابد عشان نقدر نوصل بالرقم ده وعشان المساعدات تكون أكتر فاعلية إن احنا نكون مختارين صح، إن احنا نكون مختارين بعناية، وكمان مهم قوي إن احنا وإحنا بنشتغل كتحالف ومن خلال كل المؤسسات نبقى كل واحد مننا بيقوم بدوره بدون تكرار. إن الأستاذ محمد عبده بيقدم خدمات في المكان الفلاني، عصام بيقدم مكان في المكان الفلاني، بنكمل بعض ولا نكرر نفس الخدمة لذات الشخص، لأنه بالتأكيد تكرار نفس الخدمة معناها خصم كمان من مستفيد آخر حقه علينا إنه يستفيد. طيب احنا بنتكلم ان في مبادرات بتبقى شغالة طول العام وفي مبادرات بتبقى موسمية او وقتية، احنا دلوقتي مركزين اكتر في المبادرات المستمرة ولا في مبادرات خاصة بشهر رمضان؟ طيب التحالف الحقيقة من بين اساسيات شغله في كل مؤسساته الاحتراف، والاحتراف في العمل الاهلي معناه السير في كل المسارات بشكل متوازي، بمعنى عندنا آلية لمواجهة الأزمات الطارئة اللي بتحدث الآن واللي غير متوقعة زي أحداث غزة، وضربنا فيها مثل بالنسبة للعالم كله. أعتقد أنه العالم يقف يعني انحناء وإجلالا لمساهمة الشعب المصري ودور الدولة المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة، لما بنتكلم على 83% تقريبا من حجم المساعدات من كل دول العالم اللي دخلت لأشقائنا في قطاع غزة مساعدات مصرية. أعتقد أنه ده دور يعني ده دور مهم، وده دور مصر الحقيقة اللي احنا يعني على مر العصور يعني بنقوم بيه، والحقيقة احنا بيه لا بنمن على حد ولا، ده دورنا وده يعني قدرنا قدر مصر ان احنا دايما في ظهر أشقائنا. ده على مستوى الطوارئ، لكن كمان على مستوى العمل التنموي في محاور أساسية بنشتغل فيها زي محور إعادة الإعمار، والحقيقه كنت اتمنى ان حضراتكم تبقوا ضيوف معانا، احنا لسه راجعين من الاقصر في مؤسسه صناع الخير عضو التحالف، كنا الحقيقه بنشارك اهالي قريه نجع الجسور في الاقصر فرحتهم ب يعني حدث الحقيقه كان ابهجنا جدا، يعني رغم المشقه في التنفيذ احنا الحمد لله قدر لينا ان احنا نفرح 25 اسره بانه نهدي عائلهم 25 مركب صيد، بدايه حياه جديده، و دول صيادين باب رزق جديد. بالظبط، السيد الرئيس نوه واكد على اهميه دعم صغار الصيادين. اهالينا كان عندهم مشاكل انهم مراكبهم كانت متهالكه او بعضهم ما كانش عنده مركب من الاصل، وكلهم بيعولوا اسر،
فكانت بداية جديدة ورمضان مختلف معاهم انهم بيبدأوا وعندهم مصدر رزق ثابت يعني وجاي. كمان احنا بنعرض لقطات على الهواء احنا شايفين ومتابعين مع بعض لكل الحاجات او لجزء من الحاجات قبل وبعد، يعني بالزبط. عارضين الشكلين بحيث ان الكلام يبقى يتطابق مع الكلام اللي حضرتك بتقوله، ونبقى شايفين للناس اللي ما شافتش بعينيها ومحتاجه تطمئن قلبها اكتر لحاجات تشوف ازاي فرقت. احنا بنعرض معاكم مشاهد من الشغل بتاع التحالف. طيب شوفي حضرتك برضو، معلش اسمحوا لي، الشكل المنازل كان معانا الاستاذ الفاضل محمد خير عبد القادر نائب محافظ الاقصر كان بيفتتح معانا، فالحقيقه قال تعليق طيب جدا، قال انه الشكل البيوت بيدي الاقرب للمنتجعات السياحيه على قد ما يعني الكلام بالنسبه لنا كان ده تحديدا كمان في قريه نجع الجسور. بالظبط كده، مركز الطود التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي قام باعاده احيائها مره ثانيه وبقت نموذج حتى لخصوصيه في الاسره. بالظبط، الحقيقه احنا بالنسبه لنا 24 منزل بقى ل 24 عائل اسره، كان الحقيقه منازلهم الحقيقه يعني برؤى العين بقى وبالرصد كانت صعبه جدا، يعني جدران من الطوب اللبن اسقف تكاد تكون بالاسم اسقف، لكن هي في الواقع ملهاش علاقه بفكره الاسقف. الحمد لله اتزالت البيوت بشكل كامل، اتبنت بشكل كامل جدران واسقف خرسانه وارضيات سيراميك وحمامات ومطابخ، يمكن حضراتكم تشوفوا قبل وبعد زي ما الشاشه بتعرض دلوقتي. الفكره بالنسبه لنا ان احنا بنحاول نخلق مفردات الحياه الكريمه بشكل كامل حتى في استثمار المساحات. بعض البيوت تلاقيناها مساحتها ضيقه، استثمرنا فكره ان احنا بنعمل السقف خرسانه وعملنا نظام الدورين للاسره بحيث انه وسعته على الناس، ربنا يوسع عليهم. اوضتين تحت واوضه فوق. بعض الاسر كانت بتعيش اسرتين شقيقين بيعيشوا في بيت واحد بمساحه صغيره، استغلينا المساحه وعملنا دورين باسرتين، كل اسره ليها دور بحيث ان حضرتك تقدم بشكل حقيقي خدمات. وهنا الحقيقه برضو الشراكه الفاعله للمؤسسات الاقتصاديه من خلال مسؤوليتها المجتمعيه، واسمحوا لي اتكلم عن قطاع ايثار اللي ساعدنا ودعم معانا بشكل كبير جدا عشان الشغل ده يخرج. لو لم يكن في مؤسسات اقتصاديه تؤمن بدور المسؤوليه المجتمعيه واهميتها في تغيير حياه اهالينا، الحقيقه شغل كبير وكتير من شغل العمل الاهلي ما كانش هينجز. التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي وراه يعني جنود مجهوله كتير جدا، فريق عمل ضخم. حابين حضرتك تكلمنا شويه عن التفاصيل، احنا بنتكلم على تعبئه وتغليف وتجهيز وجبات وطهي وجبات وكمان التوصيل وسلاسل للامداد، يعني عمل متكامل ومتناغم وفي عدد كبير جدا من المتطوعين كمان، هنا التطوع مهم جدا في العمل الخيري. طيب خليني اقول لحضرتك انه احنا الحقيقه العمل الاهلي المصري واللي جه التحالف عشان يتوجوا بكيان ومظله بتجمع كبريات مؤسسات العمل الخيري المصري، العمل الاهلي المصري اصبح الان وبكل فخر يمتاز بالاحترافيه. طب احترافيه يعني ايه؟ احترافيه يعني تخطيط جيد في البدايه، يعني عقول محترفه بتعرف تقيس الاحتياجات على ارض الواقع، بتعرف تلبي الاحتياجات، بتعرف تشتغل على موارد تدعم تلبية الاحتياجات. بعد كده بحشد لقدرات الشباب وأقصى استفادة ممكنة منها من خلال التطوع. بعد كده كمان استثمار لفرق العمل المدربة واللي قادرة توصل بسهولة. بعد كده كمان قدرة على الوصول الجيد للأسر الأولى بالرعاية. والوصول الجيد ده الحقيقة له برضو ميزه، يعني انت حضرتك احيانا هي نفس المساعده اللي بتروح لاسره بشكل فيه نوع من التعالي بتبقى مهينه لعائل الاسره وقد يتقبلها او قد لا يتقبلها، وساعتها هنبقى عذرين انه في عدم تقبله ليها، لانه لا يعني ابدا تقديم الدعم اهدار للكرام. لكن في المقابل نفس المساعده لما بتروح للاسره لحد باب البيت بشكل فيه احترام لانسانيه وادميه المستفيد، اعتقد انه هنا يصبح الفارق، وهنا الاحتراف بيقوم بدوره، وهنا كمان الاسره المتلقيه اعتقد انها بتقابل ده بطيب خاطر وبتعرف انه ده حقهم علينا مش منا ولا تعاطف من حد. واعتقد برضو
انه هنا يعني بالنسبه لنا، ارجع تاني انا بالنسبه لي انا شخصيا ك يعني مدير مركز اعلامي لمؤسسه صناع الخير عضو التحالف، يعني بنشرف ان احنا ابتسامه اسره بعد ما توصل لها المساعده ايا ما كانت المساعده، من المشروع التنموي الكبير والبيت الضخم لحد كرتونه المواد الغذائيه او البطانيه، ابتسامه عالي الاسره، ابتسامه الطفله اللي احنا بنقابلها اكبر هديه واكبر جايزه لكل اللي لكل فريقنا وفريق شغلنا. اكيد رمضان بيحب اللمه، ويعني اعتقد اهالينا متعودين كده نفطر مع بعض، وده اللي هيحصل فيه السيدة نفيسة. أكبر مائدة إفطار هتكون موجودة في السيدة نفيسة؟ بإذن الله إن شاء الله إحنا يعني هنكون، إحنا بقى اللي هنكون ضيوف على يعني مقام السيدة نفيسة والمنطقة اللي حواليها، هنشارك مع فريق من المتبرعين وفاعلي الخير في يعني تدشين أكبر قافلة. القافلة هتستضيف يومياً 2000 ضيف، وهتقدم وجبات كمان بخلاف الألفين لألف ضيف. والحقيقة هنا كمان إحنا بالنسبة للسيدة نفيسة ده مركز تجمع، لكن كمان هيبقى عندنا في الوراق خيمة رمضانية كبيرة هنقدر نستقبل فيها عدد كبير من الـ يعني زوار للشهر الكريم اللي هيشاركونا فرحتنا إن إحنا نفطر معاهم. وكمان ده بالتوازي زي ما بدأنا وزي ما حضراتكم ذكرتوا، بالتوازي مع قرابة 1,000,000 مواطن مصري هيستفاد من خدمات صناع الخير بشكل مباشر، يعني باعتباري برضو مسؤول عن ما يذكر باسم المؤسسة، 1,000,000 مواطن من خلال توزيع 200,000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية. الحقيقة النهاردة وإحنا يعني بنتكلم في كتايب عمل شغالة على التعبئة وعلى التحميل، خلال يومين إن شاء الله هتنطلق قوافل التحرك بالتعاون مع المصريات الصلاه لتتوجه لكل الجمهورية بالتوازي. أعتقد إن شاء الله بإذن الله مع لن يمر الأيام الأولى من شهر رمضان إلا وكراتين المواد الغذائية بإذن الله بتفرح الأسر المستفيدة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يا رب يوفقكم، يعني عمل عظيم جدا وعمل فيه خير وبيروح مباشرة للمستفيد، ودي نقطة مهمة جدا إن أنا بحدد بمعلومات دقيقة مين الأسر والأشخاص الأكثر احتياجا لهذه المواد الغذائية. المبادرة الأهم والأكبر هي فكرة 1,000,000 وجبة، وده طموح كبير إن شاء الله تحققوه في رمضان السنة دي، 1,000,000 وجبة مطهية للأسر الأولى بالرعاية. تجهيز هذا العدد الضخم بيتم ازاي؟ الحقيقه برضو فرق عمل بتشتغل في غرف مغلقه، الاول في التفكير والتخطيط والتنظيم، بعد كده فرق عمل بتشتغل في يعني تلبيه الموارد والاهتمام بالتفاصيل. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا انه المواد الغذائيه رغم ارتفاعها في يعني خوض معارك عشان تامين المواد الغذائيه الضريه وباسعار معقوله، اللحوم والدواجن كمان مواد لابد انها الجوده فيها، الجوده ثم الجوده طبعاً ثم الجوده طبعاً. ده عامل مهم جدا. ضيفنا الكريم اللي هيفطر معانا حقه علينا ان احنا نقدم له وجبه زيها زي اللي بيحصل عليها وعلى اعلى مستوى طبعا. وكمان الجوده في الطهي، الجوده في التقديم، الجوده في الاواني اللي بتتقدم، دي كلها ادوات احنا حريصين عليها. واعتقد انه هنا يعني فكرة العمل الخيري بشكل حقيقي بتحول لصناعة، واعتقد ان احنا بالنسبة لنا كمؤسسة صناع الخير يعني بنحاول نبقى محترفين بشكل حقيقي في صناعة الخير، ان احنا لما نقدم عمل خيري لابد انه يمتاز بالجودة. يمكن يعني الفرحة بتاعت المنازل ومراكب الصيد زيها زي فرحة استلام كرتونة أدواتها بجودة عالية، زيها زي فرحة استلام وجبة غذائية مطهية بشكل جيد، مختار مكوناتها بشكل جيد، بتتقدم بشكل إنساني يعني يحفظ للمستفيد كرامته وإنسانيته، ويعني بتوصل له دايما رسالة أنه ده حقه علينا مش منا ولا هبة من حد. أكيد كل الشكر ليك، نورتنا وشرفتنا الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا للمجهود المحترم اللي بتقوموا بيه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، وحضراتكم بألف خير، ورمضان دايما يا رب
يعني نستقبله كلنا مع بعض، وكل مصر يا رب بألف خير ورمضان كريم. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع دينا شرف. نروح لها ونقول لها أهلا بك يا دينا مرة تانية وتفضلي. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف، وأضاف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة، وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته ويجب أن يتحمل تبعاتها الجميع. وأكد الرئيس السيسي أن الظروف التي تحملها المصريون تزداد نتيجة الصراعات المتتالية والظروف المتعاقبة في العالم، مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة، مشيرا إلى أن التحديات والأوضاع في المنطقة لها تأثير على مصر. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف، موضحا أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة. قتل 5 أشخاص على الأقل بينهم 4 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الغارة على المنزل في حي العين راح ضحيتها عائلة من 4 أشخاص نازحة من بلدة بليدة، وأصيب أكثر من 9 آخرين، ودمرت الغارة المنزل بكامله وسببت أضرارا في البيوت المجاورة له. أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا عن تفاؤله باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة، وفي مقابلة مع قناة RTS السويسرية قال لازاريني إنه متفائل بحذر بشأن قرار من عدد من المانحين استئنافي تمويل الوكالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكان نحو 15 دولة قد علقت مساعدتها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية في نهاية يناير بضلوع بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة. وأكد بايدن أن على نتنياهو الحذر بشأن الأرواح البريئة التي تفقد بسبب الإجراءات المتخذة في الحرب، ومشددا على أن ذلك يضر بإسرائيل. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشارك الآلاف في تظاهرات بعدد من المدن والعواصم مثل تونس والعاصمة الألمانية برلين والفرنسية باريس، وكذلك في لندن ومانشستر في بريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. حصل الرئيس الرواندي بول كاجامي على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو، وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيغالي، حصل كاجامي على تأييد 99.1% من الأصوات. وقال كاجامي بعد أن حصل على تأييد الحزب إنه يوافق على تحمل العبء الذي عهدوا به إليه، هذا ومن المقرر أن يختار الناخبون رئيسهم المقبل في 15 يوليو المقبل لفترة تستمر 5 سنوات. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
بدأت بشائر رمضان واللي بيحلى معاه الابتهال والإنشاد، ومصر زي ما احنا عارفين بلد غنية بمبدعيها في كل المجالات. رمضان مرتبط معانا بالابتهالات، ابتهالات الشيخ النقشبندي بعد صلاة المغرب وقبل الفجر، وأصوات رموز التلاوة، يعني أصوات من السماء عمرنا ما ننساها أبدا. يعني دولة الإنشاد الديني والقراءة القرآنية في مصر ما ننساش أبدا شيخ طه الفشني، محمد الكحلاوي، إمام المبتهلين سيد النقشبندي، شيخ نصر الدين طبار، أسماء مهمة جدا. كلنا كمصريين اتعودنا أن احنا نسمع الابتهالات ومدح سيدنا النبي في شهر رمضان المبارك. خلونا نستقبل الشهر الفضيل ده بفقرة متميزة النهاردة في ليلة الرؤية من الابتهالات مع القارئ والمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام والأمة الإسلامية وبلدنا بخير وصحة وسعادة، وحضراتكم جميعا بخير حال إن شاء الله. قبل ما نسمع ابتهالات نبدأ بقراءة قرآنية كده لآيات الصيام إن شاء الله يا فندم بأمر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر ولعلكم تشكرون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني خلينا نبتدي نتكلم معاك على طول عن الابتهال وعن الإنشاد وعن مرشدك المفضل وعن ازاي دخلت في طريق الإنشاد والابتهال. تبتدي بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجال الابتهال الديني هو مجال روحاني أكثر من هو مجال يعني أداء، لأن هو بيعتمد عليه في الأساس، يعني في الإحساس. إن المبتهل أو المنشد الديني في فرق بين الابتهال والإنشاد؟ هو طبعا إحنا عندنا المبتهل اللي هو بيقول فردي صولو، يعني زي إيه كده بدون آلات موسيقية. أما الإنشاد الديني بيشترك فيه بعض الآلات زي الدف والآلات الموسيقية زي الفرق، مصاحب معاه آلات مصاحب مع آلات الموسيقية، وبيشترط مثلا زي الموشحات. أنا هقول موشح أو هقول مثلا أبيات منفردة، فدي تعتبر ابتهال. مناجاة زي اللي بنسمعها في إذاعة القرآن الكريم وفي شعائر صلاة الفجر. فالابتهال الديني كان عندي في البداية، يعني جزا الله عني والدي ووالدتي خير الجزاء، زرعوا فيا يعني حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغر، وعلمونا طبعا وربونا على سماع إذاعتنا الموقرة إذاعة القرآن الكريم. فيعني نحمد الله على ان احنا يعني انتسبنا في هذا العمر، وشرفنا ان انا اعتمدت قارئ ومبتهل في اذاعه القران الكريم، وهذا شرف لنا كبير. شيخ محمد، رمضان لا يحلو او ما بيحلاش كده من غير ما نسمع مدايح سيدنا النبي والاناشيد والابتهالات الدينيه الجميله بصوت النقشبندي وباصوات كمان مجموعه من كبار المنشدين والمبتهلين. ابرز الابتهالات في الشهر رمضان ايه؟ طبعا احنا عندنا تراث كبير قوي يا استاذنا في اذاعه القران الكريم، لمشايخنا العظام. حضرتك يعني تكرمت ما شاء الله، الله اكبر، ويعني حضرتك شكلك من المحبين لهذا المجال. ذكرت اسيادنا هم اجيال الرعيل الاول، يعني لن ياتي احدا مثلهم. امثال سيدنا الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه، والشيخ طه الفاشني، والشيخ محمد عمران، والشيخ البساتين، والشيخ نصر الدين طبار، وغيرهم، حتى لا انسى احد من مشايخنا واعلمنا. فتراثنا كبير قوي، وعندنا يعني حصيل كبير، وما زال الجيل الجديد حاليا ان شاء الله في اذاعه القران الكريم بيجدد ويعني ويمشي على نفس المنهج ان شاء الله عز وجل. انت ما اخترتش حد معين برضه؟ نسمع حاجه جديده على نفس النهج القديم. هنبتدي بحاجه من الحاجات اللي حضرتك بتقولها ان شاء الله بامر الله عز وجل. نقول رمضان شهر الصوم اكرم زائر. يلا بامر الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة اللهم اجعله شهرا مباركا يغفر فيه ذنوبنا ويستر فيه عيوبنا. اللهم
ببركة هذا الشهر الكريم احفظ بلادنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان أهلا مرحبا رمضان رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب الذكر فيك يطيب رمضان شهر الصوم أكرم زائر والخير ينشر حوله ألوان فيه اصطفى للعالمين ونزل القرآن أوحى إليه اقرأ صلى الله عليه أوحى سبحان ربي علم الإنسان. ليك مولانا ويزيدك من فضله ما شاء الله. الله يعني الابتهال والإنشاد لا يعتمد فقط على حلاوة الصوت، يعني لازم الشخص المبتهل والمنشد يكون على دراية ب علوم الموسيقى، الثقافة نعم. الموسيقية، المقامات نعم. كمان ثقافة اللغة كمان نعم التعامل مع النصوص والموشحات نعم. وغيره. الشيخ محمد الصعيدي ازاي شكل شخصيته كمبتهل ومنشد وتعامل مع ثقافة الموسيقى واللغة كمان؟ طبعا يا أستاذنا حضرتك يعني ذكرت جانب مهم جدا، الفضل لله عز وجل أولا طبعا. ثم لوالدي ووالدتي والله يعني جزاهم الله عني خير الجزاء، ثم من بعد ذلك عانني على هذا الموضوع زوجتي، وطبعا يعني اخذوا يعني باسري وشدوا من ازري في ان انا يكون عندي حصيل نغمي واتعلم. والدي خد بايدي وداني لاساتذه الموسيقى وللدكتور اللي انا يعني اشرف ان انا تعلمت على يديه الدكتور حسام صقر استاذي في دكتوراه الصوت والارتجال النغمي، وهو من أحد الأعلام في بلدنا الحبيبة. لازم المبتهل يكون عنده دراية عشان يعرف يوظف الكلمات مع النغم مع الإحساس. ما ينفعش إن أنا أقول إحنا في مناسبة سعيدة استقبال شهر رمضان المبارك ربنا يبلغهن بالخير والبركة، ما ينفعش إن أنا أقول الابتهال بحاجة بطريقة حزينة، أنا أقوله بطريقة وأنا فرحان، لازم صوتي يكون فرحان فرحان وإحساسي، ما هو ده اللي هينطبع على المستمع بعد كده. فلازم المبتهل يكون عنده دراية بهذا العلم، نسأل الله أن يعلمنا يا رب العالمين. طيب في ناس عندها ثقافة المسرح، في ناس عندها ثقافة قراءة الجمهور. نعم. حضرتك لما بتبقى في حفلة أو في مكان للإنشاد
بتحدد هتنشد ايه وانت رايح، ولا لما بتشوف الناس وبتشوف استقبالهم لايه وبتشوف هم متجاوبين اكتر معاك؟ والله الجمله دي يا استاذه اللي انت قلتيها يعني حصلت معانا فيها جولات وصولات يعني. طبعا احنا مثلا بتكون عندك دعوه احتفال ليله القدر، احتفال ليله النص من شعبان، احتفال ليله الاسراء، اي مناسبه عامه، فانت رايح محضر يعني عامه ايات مثلا الايات المناسبه، ابتهال عن المناسبه. لكن ممكن تحصل يعني حد من المحبين يقول لك انا نفسي اسمع كذا يا عم الشيخ، انت ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك وانت بتقرا فتروح محول على مكان تاني. هنا بيبقى رزق المستمعين. ما هو القارئ كالحالب والسامع كالشارب، ودي ارزاق. جميل. يلا نوسع رزق المستمعين. فتح من ربنا. لا وانتوا رزقكم واسع ان شاء الله. ما شاء الله. يوم مبارك وانا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم. نسمع بقى. نسمع. نقول حاجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحان الدكتور حسام صقر، حاجه جديده وجميله جدا. يا بسم الله. صلوا على سيد الثقلين واغتنموا، صلوا على سيد الثقلين واغتنموا، فضلا الثقلين واغتنموا، فضل الصلاة من الرحمن ذي المنن، وأكثروا بعدها التسليم وابتدروا ورددوا القول في سر وفي يمن. صلى الإله على سيد المختار. افضل الصلاة وأتم التسليم. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع القارئ والمبتهل محمد حسن الصعيدي النهاردة في ليلة الرؤية، ونسمع ابتهالات أكتر ونسأله كمان إزاي مساحة الإبداع بقى والاختلاف. عندنا تراث كبير من المنشدين، إزاي النهاردة نجدد في هذا التراث. نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. لسه مكملين مع حضراتكم مع القارئ المبتهل محمد حسن الصعيدي في ليلة الرؤية، ونرجع مرة تانية لحضرتك بنرحب بيك. وسؤال كان قبل الفاصل عن مساحة التطوير والإبداع في الإنشاد والابتهال الديني. احنا عندنا تراث كبير جدا من أقطاب الابتهال وأسماء مهمة جدا، حضرتك ازاي ممكن تجدد أو تبدع في المساحة دي؟ التجديد بيكون في النصوص. يعني التطوير والإبداع يكون في تجديد النصوص، إن أنا ما كررش النصوص القديمة، مع احتفاظنا طبعا وتقديرنا للنصوص بتاعتنا التراث، ولكن لازم يكون عندنا رصيد من الجديد. يعني لازم يكون المبتهل أو المنشد مبدع، عنده جيب جديد، كلمات جديدة، علشان يضيف تراث ويتحفظ برضه زي مشايخنا الكبار. التجديد بيكون في النصوص، ولكن نمشي على نفس النهج في ايه؟ ان ناخد من كل بستان زهرة، من كل طريقة مشايخنا الكبار، اسمعهم كلهم واتعلم احساسهم وطريقة ادائهم وفنهم وتعاملهم مع المناسبات ازاي ومع طريقة الاداء ازاي. هي دي التطوير يا استاذ. مع ان احنا متخيلين ان احنا على طول بنعيد تكرار ونعيد تقديم القديمة، وهو ده اللي احنا الاغلب العام بيكون حافظه. تمام. ما هو احنا قلنا ايه؟ ما نقدرش نبعد عنه، لان ده غذاء الروح. ده اللي بيدينا الطاقه. ده اللي احنا بنشحن منه. ده اللي احنا بناخد منه النغم وناخد منه الابداع. الى الان
والى ان تقوم الساعه مش هيخلص ابداع مشايخنا. صحيح. شوف مع ان احنا سمعناه بص من امتى هو متوفين ومسجلين الحاجات دي طب. لكن ما زال في كل شطره هو قالها ازاي كده، هو عمل الحربه دي ازاي، ده انا سمعتها قبل كده ما سمعتش ازاي هو قال كده. فهنا الشرط بقى التجديد في النص وامشي على نفس النهج. كمان احنا ما شاء الله عندنا شباب من المنشدين بيشاركوا حتى في مسابقات مهمه جدا زي ما حضرتك قلت في الاول الكلام. بلدنا هي الرائده في هذا المجال وهي من صدرت علم التلاوه والانشاد للعالم اجمع. اسال الله ان يديمها علينا اللهم امين دايما يا رب. كنت يا لسه رب. عايزه اقول عايزين نسمع حاجه من القديم بس لا هنسمع بقى حاجه من الجديد علشان على نفس النهج القديم بامر الله. صلوا على سيدي الثقلين واغتنموا فضل الصلاة من الرحمن ذي المنن. صلوا على سيد الثقلين واغتنموا فضل الصلاة الرحمن ذي المنن. وأكثروا بعدها التسليم وابتدروا ورددوا القول في سر محمد. عشاق مدح النبي كتير أو كلنا بنعشق نسمع مديح سيدنا النبي وفي ناس كتيرة وشباب حتى بيسمعونا عايزين يعني يشعروا كده هم قادرين على الإنشاد أو الابتهال. سؤال لحضرتك، هل لدينا يعني أكاديميات أو مراكز متخصصة بتعلم من يرغب من شباب الابتهال والإنشاد الديني إنه يتعلم الأصول، الأصول الخاصة بالمقامات، الأصول الخاصة بالتعامل مع الكلمة والنص؟ احنا عندنا يا فندم دلوقتي في مبنى الاذاعه والتلفزيون هنا الدوره التاهيليه، ان انت كيف تكون مبتهل او قارئ بيأهلك عشان تدخل وتكون مثلا مبتهل او قارئ في اذاعه القران الكريم، بيديك البنود والاساسيات على ايد اساتذه متخصصين. ثم بعد ذلك في لو انت عاوز تتعلم حاجه خاصه بره عن زي ما والدي عمل معايا، ارسل بي الى الدكتور حسام صقر جزاه الله عني خير وعلمني وعلم النغم وطور من ادائي وازاي اوظف النغم للكلمات وهكذا، ويعني المجال مفتوح ان انا اتعلم بس ان انا اروح صح للمكان الصح، اتوجه لحد يفيدني مش يضلني، بس هي دي اهم حاجه في هذا المجال. طيب شيخ محمد، احنا لما بنسمع الابتهالات قبل قران الفجر وقبل صلاه الفجر بنبقى عارفين ان دي اشارتنا بقى الاخيره، اللي عايز يشرب، اللي عايز يعني اطرف مواقفك اللي تتذكرها واثناء ادائك للابتهالات قبل اذان الفجر. وبص حضرتك وقت يا فندم، يعني هو الموقف ده بيبقى صعب قوي على المبتهل. من حضرتك مثلا عارفه ان احنا بننقل شعائر صلاه الفجر من مسجد آل البيت سيدنا نفيسة رضي الله عنها، وانا ان شاء الله عندي فجر 20 رمضان في مسجد ستنا سيدنا نفيسة رضي الله عنها وارضاها، ربنا يبلغنا رمضان على خير. فطبعا انا واقف بقول ابتهال، قبل ما بدخل الابتهال بكون شارب ميه، فيعني انا واقف بقول ابتهال وخلاص يعني هاذن. الطبيعي ان احنا في بلدنا هنا قبل الاذان بتاخد لك ايه؟ ايوه الناس كلها بتشرب وانا واقف مش عارف اشرب يا جماعه، طب حد يجيب لي اي بق؟ مفيش طبعا، مش هينفع لان انت على الهوا وانت اللي هتاذن يعني. يعني دي من اغرب المواقف واجملها يعني، لكن ربنا بيرضينا ببركه الشهر الكريم وبركه ال البيت وبركه ان الناس مبسوطه ومستحبه، ده ربنا بيهون علينا كل حاجه الحمد لله. ربنا يرضيك دايما. حابين نختم معاك بقى النهارده حلقه صباح الخير يا مصر بابتهال تختاروا لينا. حاضر يا فندم.
نقول لموشح مولاي كتبت رحمة الناس عليك. اتفضل. ونختم بدعاء. مولاي 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 كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك والكل إليك عرب وعجب ما لي يصلح للأرض عليك بل صار عدم فارحم ذلي فارحم ذلي ووقفتي بين يديك فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن زل نختم بالدعاء إن شاء الله. نختم بالدعاء اتفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من الفائزين واجبر ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا وافتح لنا بفتحك يا فتاح اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين بجنات النعيم اللهم اجعلنا في شهرنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب يا رب فيك رجانا أم أمين رب العالمين بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وأمتعتنا وشرفتنا شيخ القارئ المبتهل محمد حسن الصعيدي كل عام وحضرتك طيب الله يبارك في عمر حضرتك وأنتم طيبين كل سنة وحضرتك بألف سنة طيبة فن. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة نشوفكم بكرة إن شاء الله صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر